اهلا بكم الى الصباحيه من تلفزيون المستقبل، وفيها غارات إسرائيلية وهمية فوق مناطق الجنوب اللبناني بالتزامن مع استهداف مواقع في ريف دمشق. صرف هالقديس حتى تنحل الصعوبات. عون يقول من بكركي إن البعض يخلق تقاليد وأعرافا جديدة في التأليف. أنقرة تتعهد بإطلاق عملية عسكرية شرق الفرات قريبا، وتؤكد أن الخطة جاهزة وفق جدول زمني. صباح الخير، نبدأ النشرة من الخبر الأمني الذي شهدته الأجواء اللبنانية والسورية، حيث ذكرت الأنباء أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لأهداف جوية في سماء ريف دمشق الغربي بالتزامن مع تنفيذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية فوق المناطق الجنوبية. هي أصوات الطائرات الحربية للعدو الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية الجنوبية، حيث حلقت بشكل مكثف وعلى علو منخفض فوق مدن صيدا وصور والنبطية مع إلقائها قنابل حرارية، ونفذت غارات وهمية على مستوى منخفض فوق مناطق الجنوب والساحل من صور وصولا إلى صيدا. هلأ ترقون اثنان. وأظهرت لقطات البالونات الحرارية التي ألقتها الطائرات الحربية المعادية فوق الأجواء اللبنانية الجنوبية. يأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وسائل إعلام تابعة للنظام السوري من أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ في محيط دمشق. مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قال لقناة العربية الحدث إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة إيرانية ومواقع لحزب الله في ريف دمشق، متحدثا عن وجود بوارج حربية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية الجنوبية. إلى ذلك قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في خي أدرعي إنه تم تفعيل منظومة دفاع جوي ضد صاروخ مضاد للطيران أطلق من سوريا. الاحتلال ردم الحفريات التي أحدثها تفجير النفق المزعوم قبالة بلدة رامية الحدودية وسط مراقبة حثيثة ينفذها جنود اليونيفيل الغانية على الجانب اللبناني من الحدود. تزامنا رفع جيش العدو منطاد تجسس فوق الجدار الذي يفصل مستعمرة المطلي عن بلدة كفركلا. رئيس الجمهورية ميشيل عون يعتبر من بكركي أن عدم تشكيل الحكومة سببه معركة سياسية وتغيير في التقاليد والأعراف، والبطريرك الراعي يتهم في عظة الميلاد أصحاب القلوب الفارغة من الولاء للوطن والإخلاص للشعب بخنق فرحة العيد وتشكيل حكومة جديدة. فيما كان من المتوقع ولادة الحكومة قبيل الأعياد، مر عيد الميلاد مع عرقلة جديدة علل أسبابها رئيس الجمهورية ميشيل عون من الصرح البطريركي في بكركي بقوله إنها معركة سياسية تحكمها تغييرات في التقاليد والأعراف. هذا الموقف عبر عنه بعد أن قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمامه خلال الخلوة التي جمعتهما وخلال التقاط الصورة التذكارية إن اللبنانيين كانوا ينتظرون أن تكون العيدية ولادة الحكومة. بالمناسبة منعيش جميع اللبنانيين هلأ نحن عايشين بأزمة تأليف الحكومة، فصلوا هالقديس حتى تنحل الصعوبات. يبدو أنه البعض عم يخلقوا تقاليد جديدة بتأليف الحكومة ما عرفناها من قبل، وهيدي بدها يمكن شوية وقت حتى تنحل. بعد ذلك ترأس البطريرك الراعي قداس الميلاد على مذبح كنيسة الباحة الخارجية في كابيلا القيامة بمشاركة الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسينيور إيناس سانتوس، وبحضور اللبنانية الأولى سيدة نادي عون وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات. وتوجه البطريرك الراعي في عظته إلى اللبنانيين بجملة دعوات وصلوات من أجل الاستقرار في لبنان وبتأليف حكومة جديدة والسلام في بلدان الشرق الأوسط وعودة جميع النازحين واللاجئين إلى أوطانهم. نحن نشعر معكم بالغصة، إذ كنتم ترغبون أن تبهشوا الشعب اللبناني وتكملوا فرحة العيد بإهداء حكومة جديدة لوطن يطعن من الداخل
ولشعب يتآكله القلق واليأس وفقدان الثقة بحكامه. ونعرف أن هذه كانت رغبتكم فخامة الرئيس ورغبة المحبين حقا للبنان وشعبه ومؤسساته، فكان أن أصحاب القلوب الفارغة من الحب والمشاعر الإنسانية والولاء للوطن والإخلاص للشعب خنقوا فرحة العيد، ورغبتكم ورغبة اللبنانيين في قلوبهم، فكانت أول من أمس ردة فعل الشعب المحقة التي انطلقت بمظاهرات كعلامة غضب ورفض لسياسة لا مسؤولة مهترئة بالأنانية والفساد والمكاسب غير المشروعة والجنوح نحو تعطيل مسيرة الدولة. ودعا البطريرك الراعي أيضا السياسيين إلى التوقف عن ابتزاز مؤسسات الدولة وسلب مالها العام وهدره وعن قهر المواطنين وحرمانهم حقوقهم، مطالبا بجعل الدستور وحده قاعدة الحكم، وأشار إلى أنه إذا دخلت الأنسنة الوزارات والإدارات العامة فترتدع عن السرقة والرشوة والهدر وتتحرر من الفساد والمفسدين وطغيان السياسيين والمذهبيين. وفي ختام القداس قدم الراعي للرئيس عون وسام مرمرون، وهو الوسام الأرفع في الكنيسة المارونية تقديرا لعطاءاته، كما منحه اللبنانية الأولى الأيقونة الإلهية للعائلة المقدسة لمناسبة اليوبيل الذهبي لزواجهما، ثم تقبل عون والراعي التهاني بالعيد من المشاركين في القداس. رأى عضو كتلة المستقبل النائب هادح بيش أن الوضع الاقتصادي صعب جدا وأن الحكومة أصبحت أكثر من ضرورة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وخلال استقباله وفودا من بلدات وقرى عكار والشمال، أوضح حبيش أننا لم نعد نستطيع أن نتحمل طرف الجدل البيزنطي حول وزير بالزائد ووزير بالناقص وحصة هنا وحصة هناك، آملا أن تبصر الحكومة النور بأسرع وقت، لأن انهيار الوضع الاقتصادي سيطال الجميع ولا يفرق بين حزب وآخر أو قوة سياسية وأخرى. أسف الرئيس ميشيل سليمان للتأخير المتمادي في تشكيل الحكومة وانعكاسه على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للبنانيين، وسأل سليمان في تصريح له هل المطلوب عدم تأليف الحكومة قبل موعد انعقاد القمة الاقتصادية للإسهام في مزيد من إفقار الشعب اللبناني وفي ترهل عمل المؤسسات، مشيرا إلى أنه كان أول من عانى من موضوع تخطي الأعراف الدستورية في البلاد، متمنيا أن يخرج البعض عن المنطق التعطيلي ذاته لغايات خاصة. وتتابعون بعد هذا الفاصل. الحريري تجول على فعاليات صيدا ومحيطها للتهنئة بعيد الميلاد. أهلا بكم من جديد. جولة للنائب بهية الحريري على عدد من فعاليات صيدا ومحيطها للتهنئة بعيد الميلاد. أملت النائب بهية الحريري أن تعم بركة الأعياد المجيدة لبنان فتحمل بداية خلاصه من محنته وأزماته، وأن يوفق الله المسؤولين على إنجاز تشكيل الحكومة، لأن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل الأوضاع. كلام الحريري جاء خلال جولة لها على عدد من فعاليات صيدا والمحيط للتهنئة بعيد الميلاد برفقة السيد شفيق الحريري ووفد من منسقية المستقبل في الجنوب. الجولة استهلت بزيارة رئيس أساقفة صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، وراعي أبرشية صيدا ودير القمر الروم الكاثوليك المطران إلي حداد. الحريري زارت أيضا عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشيل موسى في منزله في مخدوشة وقدمت له التهاني بالميلاد. كما شملت جولة الحريري ثانوية السيدة للراهبات المخلصيات في عبرة وثانوية راهبات مار يوسف الظهور في صيدا. واختتمت الحريري جولتها بزيارة دار العناية في الصالحية مقدمة التهاني إلى مدير الدار بحضور عدد من المهنئين. أيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسيحيين والمسلمين بالعيد المجيد، وخص في تهنئته الرئيس ميشيل عون والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس شارع دير مار شربل في مدينة بيت لحم، وأجال في الدير الذي جرى توسعته بدعم منه. وخلال توجهه بالتهنئة للمسيحيين والمسلمين بالعيد المجيد، خص عباس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ورئيس الجمهورية ميشيل عون بالمعايدة. وهنا أخص بالذكر البطرك الراعي الصديق العزيز الذي نعرفه جيدا، والذي شرفنا بزيارة إلى بيت لحم، ونشعر أنه أخ عزيز لنا يمثل الطائفة المارونية ليس في لبنان فحسب، وإنما في كل أقصى الدنيا. وكذلك بهذه المناسبة أبعث بالتحية والاحترام والتهاني للرئيس ميشيل عون رئيس لبنان ورئيس الطائفة المارونية، فهو صديق عزيز علينا، نحبه ونحترمه ونقدره، ونشعر أننا في بيت واحد وأهل، سواء كنا بفلسطين أو كنا في لبنان. من جانبه أعرب رئيس دير مار شربل الأب يعقوب عن شكره للرئيس عباس على دعمه ومساهمته في توسعة الدير. في الجنوب، معمل لصنع الخبز والحلويات الألمانية في لبنان بإدارة عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة. تندر هذه الأصناف من الخبز والحلويات الألمانية في السوق اللبنانية، لكنها استطاعت غزو بعض المناطق بفعل إصرار علي كردي على تجاوز مشكلته مع النطق والسمع ومثابرته على اكتساب مهارة الخبز، حتى أصبح رئيس الفريق الذي يضم شخصين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما كان ابن 35 عاما عاملا للنظافة في هذا المخبز. حبيت بيتعرف مهني، بيتعرف علي، بيجي بيفاجئ انك فاتحين فرن امانه هان، وكارك العالم تعرفني ان عم يشتغل هان، عم يتعلم هان، تعلمت هان كذا معلم. بدأ المخبز الواقع في الدور الأرضي من مركز مصان للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في جنوب لبنان العمل في عام 2003، بعد أن تبرعت جمعية خيرية ألمانية اسمها خبز ضد البؤس بمعدات خبز مستعملة من ألمانيا. في كتير ناس بدلها شوي يعني تتأبى هيدي الشريحة من الطلاب أو من العالم، فلا نحن عم نقول له لا، هن مثلهم، يعني هن قادرين يشاركوا، قادرين يكونوا موجودين بيناتكم، قادرين يعملوا اللي انتم قادرين تعملوه. ولمناسبة الميلاد يركز علي مع فريقه على صنع فطائر الميلاد والخبز باستخدام الفواكه والمكسرات. بعدنا الحقيقة مثل علي ما لقينا واحد يكون مستقل بالفرن لوحده، وعم نحاول جهدنا نلاقي حدا تاني، بقى علي مرض، علي فل، يكون في حدا بديل. لا يقتصر عمل علي على إدارة المخبز، بل أصبح مدربا لمجموعة من الطلبة في هذا المعمل الذي بات يتمتع بشعبية بين سكان المنطقة والمغتربين، وبعضهم من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتتابعون بعد الفاصل. توسع نطاق الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم. أهلا بكم من جديد. ركزت تصريحات المسؤولين الأتراك على العملية المرتقبة شرق الفرات شمال سوريا، وسط التأكيد أن خطة العملية باتت جاهزة وفق جدول زمني محدد. كما أعلنت الخارجية التركية عزم أنقرة على العبور إلى شرق نهر الفرات في أسرع وقت ممكن. التفويض الأمريكي لتركيا باستكمال مهمة محاربة تنظيم داعش في سوريا وأطلاق اليد لملء الفراغ الأمريكي شمال شرق سوريا انعكس على الميدان سريعا، وكذلك تحسنا في العلاقات بين البلدين. تركيا الدولة الوحيدة في التحالف الدولي لمحاربة داعش التي أثنت على قرار واشنطن المتمثل بالانسحاب من سوريا، لما لذلك من ضوء أخضر في توجيه ضربات إلى قوات سوريا الديمقراطية. قوافل عسكرية تركية دخلت إلى الشمال السوري، وتزامن ذلك مع تحرك فصائل سورية بأسلحتها الثقيلة إلى أطراف مدينة منبج، وهي تحركات تنذر بإطلاق عملية تستهدف قوات سوريا الديمقراطية في المدينة. تصريحات المسؤولين الأتراك ركزت على العملية المرتقبة شرقي الفرات
إذ أكد وزير الدفاع التركي خلوسي أكار أن خطة العملية باتت جاهزة وفق جدول زمني محدد. وبالتزامن مع استكمال الانسحاب الأمريكي، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أغلو أن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على استكمال اتفاقهما بشأن مدينة منبج، مشددا على أن بلاده عازمة على العبور إلى شرق نهر الفرات في أقرب وقت ممكن، وأن تركيا لديها القوة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بمفردها. وفي الوقت نفسه كشف الوزير التركي أنه بصدد إجراء زيارة مرتقبة إلى روسيا لتقييم مرحلة الانسحاب الأمريكي من سوريا. وقد شددت موسكو على أنها لا تشكك في مصداقية أنقرة التي تؤكد تمسكها بوحدة أراضي سوريا، معتبرة أن نشاط تركيا في الشمال السوري ظاهرة مؤقتة تستوجبها المخاوف الأمنية، ولا سيما خطر الإرهاب. لتأتي أخيرا دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة أنقرة العام المقبل، دعوة أبدى استعداده ترامب لتلبيتها في المستقبل. اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني في خضم حديثه عن موازنة العام المقبل بتأثير العقوبات الأمريكية على معيشة الإيرانيين والنمو الاقتصادي. وقدم روحاني موازنة سنوية حجمها 4700 تريليون ريال إلى البرلمان، معلنا أن مدخرات بلاده من العملات الأجنبية وصلت خلال الأشهر الماضية إلى الصفر، مشيرا إلى أن العقوبات أثرت عمليا ونفسيا على سوق العملات وساهمت في تدهور العملة الإيرانية. وتضمن مشروع الموازنة الذي قدمه روحاني للبرلمان خفض موازنة وزارة الدفاع والجيش والحرس الثوري والبسيج إلى النصف مقارنة بموازنة العام الماضي. تسود حال من الترقب لإضراب عام في السودان اليوم، وذلك وسط دعوات لاستقالة الرئيس عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية. وفي السياق، قالت منظمة العفو الدولية أمنستي إنها تلقت تقارير موثوقة بها تفيد بأن قوات الأمن السودانية أطلقت النار على المحتجين وقتلت 37 شخصا خلال ملاحقتها المتظاهرين. وبعد ساعات قليلة من خطابه الذي رد فيه على الاحتجاجات التي اجتاحت مدنا سودانية عدة، غادر البشير العاصمة الخرطوم منتقلا إلى ولاية الجزيرة، حيث افتتح عددا من المشاريع التنموية والخدماتية. وقال البشير إن الحصار الغربي على السودان هو ما سبب الأزمة الاقتصادية، مؤكدا مضي الحكومة في تنفيذ مشروعات التنمية والإعمار. قتل 4 أشخاص على الأقل، من بينهم موظفون حكوميون، وأصيب 12 آخرون في انفجار قوي هز مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس. وأفادت مصادر أن الهجوم نفذه انتحاريان، قتل أحدهما بعدما فجر نفسه والآخر برصاص قوات الأمن الليبية. كما أفادت المصادر أن من بين القتلى مدير إدارة التعاون الإسلامي بوزارة الخارجية الليبية إبراهيم الشابي، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. توفي مصور صحفي تونسي متأثرا بحروق بالغة بعدما أضرم النار بنفسه في مدينة القصرين وسط غرب البلاد احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية. وأقدم الشاب عبد الرزاق الزرقي البالغ من العمر 29 عاما على إحراق نفسه في ساحة الشهداء بعدما سكب البنزين على جسده مضرما النار فيه. أدى هجوم بالأسلحة النارية والتفجيرات الانتحارية على مجمع حكومي في كابول استمر لساعات إلى مقتل 43 شخصا وفق ما أفادت وزارة الصحة، ما يجعله أكثر الهجمات دموية التي شهدتها العاصمة الأفغانية هذا العام. وقال المتحدث باسم الوزارة وحيد مجروح إن 10 أشخاص آخرين جرحوا في الهجوم الذي استهدف مجمعا يضم مكاتب وزارة الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية. وهاجم المسلحون المجمع بعد تفجير سيارة مفخخة عند مدخله. تدرس المملكة العربية السعودية إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، وسيتم عرضها قريبا على مجلس الوزراء السعودي.
فيما تسعى المملكة العربية السعودية إلى إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، يكشف وزير العمل أن الدراسة استكملت وسيتم عرضها قريبا على مجلس الوزراء السعودي. وفي حديث تلفزيوني قال الوزير إن المجلس سينظر في إيجابيات القرار وكذلك التحديات التي يواجهها، وسيتم الإعلان عن القرار في غضون شهر. وفيما لم يشر إلى نتيجة الدراسة، وإن كان التوجه نحو تثبيت الرسوم أو خفضها، قال إن اتجاه الدراسة هو مصلحة البلد والمواطن، مشيرا إلى أن توجه الحكومة كان الإبقاء على المقابل المالي، وهو ما أعلنه وزير المالية، والدولة موقفها ثابت لحد الآن في الإبقاء على الرسوم، لكن في الوقت نفسه تتم دراسة القرار دراسة شاملة ومراجعة التطورات. يذكر أن وزير المالية السعودي أبلغ الصحفيين الأسبوع الماضي أنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين، وتفرض الحكومة السعودية رسوما على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم، وكان من المقرر زيادتها العام القادم في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب، فيما يطالب القطاع الخاص بتأجيل زيادة الرسوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضع عينيه على حاكم البنك المركزي والبورصة تتأثر بشدة. امتدت التقلبات الحادة للأسهم الأمريكية إلى الجلسات الأخيرة من العام 2018، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل حاد خلال تعاملات الاثنين على خلفية تصريحات للرئيس دونالد ترامب ووزير الخزانة في إدارته ستيفن منوشن بحسب بلومبرغ وفاينانشال تايمز. ورغم أن الجلسة المختصرة التي عقدت أمس كانت من بين ليالي الكريسماس الأكثر نشاطا في وول ستريت، حيث جرى تداول نحو 1,700,000,000 سهم، إلا أنها كانت الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لأداء الأسهم بعد تراجع مؤشر S&P 500 إلى أدنى مستوياته في 20 شهرا. وجاءت هذه الخسائر كرد فعل من قبل المتداولين على تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، والتي دعا فيها كبار التنفيذيين في 6 بنوك أمريكية رئيسية لمناقشة قضايا السيولة. ومن أهم أثار مخاوف متداولين أيضا التقارير الإعلامية التي أفادت بأن ترامب استفسر من مستشاريه عن إمكانية إقالة رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، إلى جانب المخاوف بشأن النمو الإعلامي والحرب التجارية مع الصين والخلاف بين البيت الأبيض والبنك المركزي الأمريكي بشأن رفع الفائدة. وألقى الحزب الديمقراطي الأمريكي باللائمة على ترامب في اضطراب الأسواق، وقالت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي إن رئيس ترامب يدفع البلاد إلى الفوضى عشية الميلاد، حيث أن سوق الأسهم يتراجع والرئيس يشن حربا شخصية على البنك الفيدرالي بعدما أقال وزير الدفاع. وفي الختام تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. غارات إسرائيلية وهمية فوق مناطق الجنوب اللبناني بالتزامن مع استهداف مواقع في ريف دمشق. سقط هالإنديس حتى تنحل الصعوبات. عون يقول من بكركي إن البعض يخلق تقاليد وأعرافا جديدة في التأليف. أنقرة تتعهد بإطلاق عملية عسكرية شرق الفرات قريبا، وتؤكد أن الخطة جاهزة وفق جدول زمني. ومع العناوين نكون وصلنا لختام النشرة، شكرا للمتابعة.